بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وإذا كان أريد تنبيها عن بعض، أنسى وقع في درس قبل الماضي، أتيت بأبيات، ثلاثة أبيات من الشعر تلوتها على مسامعكم، التقطتها التقاطا قبل الحصة بسرعة، فكانت قراءة فيها بعض الأخطاء. قال مجنون ليلى: ومضروبة ليلى على أن أزورها، ومتخذ ذنبا لها أن تراني. كانت قراءة ومتخذ، هذا خطأ، اسم الفاعل، هي اسم مفعول، ومتخذ ذنبا لها أن تراني، وإني لأستغشي ونادي نعسة لعل خيالا يبقى خيالي، هي السحر إلا أن للسحر رقية، وأني لا ألفي لها الدهر راقية. كذلك سألنا أحد الطلب عن أفاطم قبل ليلك متعيني. أفاطم تخيم لكنه فتور ذهن، واضح هو تخيم، أنا قلت لغة من ينتظر أو ينتظر، كل نداء هو، لكن في هناك نداء عادي، هناك لغة ينتظر، هناك لغة من لا ينتظر، وهناك نداء التخييم. كان سهو وفطور ذهني، رد صحيح. ونعود إلى ما كنا بصدده، أخذنا في الدرس الماضي الدرس الأول من كتاب الأجرمية باب الإعراب، صحيح؟ نعم. العدد هو هو ولا أقل؟ سير شوي أقول لك أن به أقل. كم مد البصر ما شاء الله. طيب نراجع ما أخذناه الدرس الماضي بسرعة، والدرس الوقت اليوم أقصر من قبل، أقصر مما كنا نأكله. طيب إذا أخذنا، نعم، أو أول شيء تجربية أبوابا، خمسة أبواب، وهي نعم تفضل. الأجرمية لها خمسة أبواب. نعم. الباب الأول الباب الأفعال، إذا قلنا باب الإعراب، الإعراب، نعم، الأفعال، نعم، مرفوعات الأسماء، منصوبات الأسماء، مخفوضات الأسماء. نعم. إذا باب الإعراب، باب الأفعال، باب مرفوعات أسماء، باب منصوبات الأسماء، نعم، باب مخفوضات الأسماء، أو مجرورات الأسماء. أو مجرورات الأسماء، جميل. الباب الأول الذي أخذناه الإعراب في أربعة، وهو أربعة عناوين، أربعة أبواب، أربعة أقسام. تعريف تعريف الإعراب، علماء الإعراب، علماء الإعراب، علماء الإعراب، أبواب الإعراب. أبواب الإعراب، أخذنا شيئا من أبواب الإعراب، خمسة أبواب وبقيت ثلاثة. ثلاثة أبواب. إذن ما تعريف الإعراب؟ تعريف الإعراب هو تغيير، هو تغيير أواخر الكلمة، أخر الرافع اسمع تفضل، هو تغيير أواخر الكلمة، تفضل، اختلاف العوامل الداخل عليه لفظة أو تغيير. كيف لفظة؟ إذن هذه كلمة صحيحة الآخر مثل زيتون اخر هذا طبعا يكون نطق يكون علامة الإعراب ظاهرة اخرها ظاهر لفظا لفظي واضح، وان كان اخره معتل الاخر ان كان متحلف، ما هو المعتل؟ حروف العلة الف واو ياء، ان كان اخره اسم او اخر الفعل الف واو ياء العلامة تكون مقدرة، هو معرب ومعرب ليس مبني لكن العلامة مقدرة. ممكن نأخذ مثال، جاء زيد وموسى، مثال الاثنين، جاء في علمهم من يلتقى ظاهر على خير زيد فعل مرفوع على مترفعه هذا مثال لفظا تقديرا الآن، وموسى معطوف على خالد له نفس الحكم وهو مرفوع مثله. إذن تفضل علامة رفع الضمة مقدرة، الضمة
منع من ظهورها التعب. جميل جدا. كان لفظا او تقديرا هذا ان كان اسم وان كان فعل ما اخذناه بعد. سنخوض في الفعل فعل المضارع. عندما ناخذ الباب الثامن سنتعرض ان شاء الله الى لفظا او تقديرا في الفعل المضارع. تعرف تريد ان تذكر عن ثلاثة أشياء. إن كان ألف عن ألف واو ياء. ولا اشتغل المحل المحل بحث عن ألف هذا العلامات المعتاد ثلاثة أقسام معتاد أو حروف العلة المعتاد إما تراجع معنا هناك تقرص إما معتل بالألف مش بيب من أبوه بالعرب المعتل نعم يدخل في العرب إلا أنا رأينا سمسة زين ثلاثة لا لا يوجد فيه معتل. لا المعتل هو يدخل في المفردات ويدخل في أشياء كثيرة مثل سلمة في المفرد المؤنث موسى مفرد مؤنث يدخل في فعل مضارع مثل دعا أخذ. فقط أردنا أن نبين تقديرا ما معناه. ألف معتل بالألف معتل بالواو والياء والياء. إن كان بالألف مثل موسى طبعا علامة الألف معتل بالألف أن يكون من قبله فتحة. أما معتل بالياء القاضي علامة أن يكون كسر قبل حرف العلة الياء. واضح؟ أما هذا مثل إذا اسم لا عمر تلك الواو زائدة في الأسماء نعم سلمى لا سلمى ألف مقصورة سلمى هو الفعل أيضا هنا مثل دعا هنا يدعو فعل نريد اسم هنا قلنا فعل ماضي أيضا سوت شوف سيأتي إن شاء الله اسم آخره هو واو القاضي ويقضي مرة بالفتاة القاضي والقاضي يوجد اسم لك. طيب ما فيش مشكلة. على كل هذا الذي قطب له فتحة يكون معتل آخر بالألف. المعتل الآخر بالألف هو الوحيد الذي تظهر عليه العلامات الثلاثة. الضمة والفتحة والكسرة. واضح؟ إن كان اسما. الضمة والفتحة والكسرة. نقول جاء موسى فاعل مرفوع لقطع الضمة المقدرة على آخر منع ظهورها التعذر. سأشرح بعد قليل لماذا التعذر. أقول هنا في المفعول به رأيت سلمى مفعول به منصوب على النصب الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر أيضا كل هذا منع من ظهوره من ظهور الحركة التعذر. سنبين بعد قليل لماذا التعذر. هنا دعا زيد دعا نقول في العربية فعل ماض مبني على الفتح المقدرة على آخره دعا فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف على آخره فقط نقول هنا سنقول منع عن ظهورها لماذا؟ لأنه مبني ولو مبني غير معروف إيه لكن الفتح أين؟ غير واحد الفتحة مقدرة فوق الألف إيه تقدير أنا أقول معروف فتحة مقدرة على الألف هذا وعلى آخره هذا الذي قلناه. طيب شايفون السيدي ملعب مبني إيه طبعا ملعب لا أقول ملعب مبني تعذر لا نقول فقط فتح على الفتح المقدر على آخره لكن في سلمى وموسى نقول منع من ظهوره التعذر نعم منع من ظهوره التعذر في الأسماء
يدعو هناك من يقول لهم يعرسون بالنسبة تدعى الكوفيون غير المصريين هذا العرب مشهور هذا العرب معروف سكون وقال تحدث عن الأمر أو شيء طبعا في الأمر يحذف حرف العلة على كل هذا إعرابه على مبني على فتح مقطع على الألف واضح نعود إلى هذا يدعو فعل مضارع اكتبوا الإعراب إن شئتم فعل مضارع مرفوع وعلى رفعه يدعو زيد وعلى رفعه الضمة المقدرة في آخره منع من ظهوره الثقل هنا أيضا يقضي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه أيضا الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل كنت أود أن آتي بجدول كامل جامع مانع وقد عندنا كان جدول فيما سبق يجمع سبق في الدورة الماضية بجدول عندنا يجمع كل هذه يحتاج إلى بحث نبحث عنها يجمع المعتلات بالألف والياء في الأسماء وفي الأفعال في الرفع والنصب والجر والجزم توضيح فقط سريع لن نخوض في كل التفاصيل حتى تتبينوا كيف منع الظهور تقديرا ولفظا هو بحث طويل ان شاء الله ساعطيكم في ورقه او ناخذه ان شاء الله في لوحه كامله يحتاج الى ربما يحتاج الى امثله كثيره نحتاج الى هذا قسمان اسماء وافعال كل واحده لها ثلاث اعرابات ست اعرابات واضح امثله معرب لكن نحن بشكل عام مهم ناخذ بسرعه كما كان معتل الاخر بالالف يقدر على اخره طبعا هو معرب الفعل المعتل المعرب ليس مبني لذلك نقول نحن مرفوع على فكره علامه كلمه نقول نحن مثلا فعل ماض مبني ونقول مثلا مبتدا مرفوع لماذا لا نقول مبتدا معرب الاسماء المعربه لماذا لا نقول في اعرابها معربه كما نقول في الافعال المبنيه والاسماء مبني نقول مثلا اسم موصول مبني على السكون اسم اشاره مبني على السكون فعل ماض مبني على الفتح فعل امر مبني على السكون في المعربات لا نقول معرب نستعيب عن كلمه معرب بمرفوع ومنصوب او مجزوم او مشهور قولك مرفوع يدل على انه معرب قولك منصوب يمكن يقول معرب بالرفع او معرب بالنصب يعني لا يقال نستغني عن كلمة معرب بقولنا مرفوع لا حتى مبني نقول في الأخير في محل رفع في محل نصب في محل جر لا ليس مقدر هو في محل فتوجد فرق بين المبني وبين التقديري احنا ردها هذه الكلمة تكون كلمة موسى ممكن تتضح هنا أكثر يدعو أصلها في عبارة مرفوع يدعو لكن الأعراب استثقلتها واضح استثقلتها فقدرتها إذا المعتلات كذلك القاضي يقضي أصلا يقضي لكن استثقلت العرب هذه الضمة فحذفتها إذا هذه كلها معربات المعتلات هي معربات لكن العرب إما أنها استثقلت ظهور الحركات الثقل ليس كلها طبعا أو عجزت عن إظهار الحركة تعذر هنا موسى لا نستطيع أن نقول موسى أو موسى أو سلمى نظهر الفتحة أو نظهر السكون إذا عجزت عن إظهار الحركة فقلنا منع ظهورها التعذر هنا الضمة تظهر لكن الثقل حذفناها لكن لاحظوا أن الفتحة يمكن أن تظهر في المعتل نقول لن ندعو من دونه إلها واضح قال تعالى ندعو من دون الإله ندعو في المضارع ومعتل الآخر لكن خفت الحركة الفتحة
خفة الحركة أم كرزت العرب من النطق بها. لخفتها. كذلك هنا لن يقضي واضح لن يرمي الحصى. فالنصب شيخ ما ليس منك لتعذر الاثقة لأنها تظهر الفتح في الكوى والياء. إن شاء الله سنعيد هذا الدرس بتفصيل كبير جدا يجمع بين الإصناع والأفعال كلها. كلها بخصمين مع الإعرابات كلها قطع ونصب وجر وجزم. ثم الواحد ينجم يجمع تجميع رفع. ثم الألف. ألف طويلة والألف مقصورة. ثم الواو والياء. الواو والياء حرفان. والألف الطويلة والألف مقصورة ليست حروف. الواو والياء حرفان إذا ظهرت الحركة فهي قد خفت وإذا لم تظهر فذلك لحقة. أما الألف الطويلة والألف مقصورة فيتعذر بتاتا. يتعذر يستحيل النطق. ما معنى يتعذر يستحيل النطق؟ هنا نستطيع أن نقول يدعو لم يدعو القلب واضح. طبعا في الجزم لم يدعو تحدث الحركة. نرتاحنا في الجزم نرتاح في المعتل. المعتل كله في الجزم يعرب يجزم بحرف الحركة. إذا ما بقي عندنا إلا الرفع في الأفعال إلا الرفع والنصب. الأفعال عندنا إما رفع ونصب وجزم. هذه حالات الإعراب فقط في الأفعال. في الجزم في الأفعال نحذف الحركة. نحذف هذه الياء ونحذف الواو. يبقى عندنا الرفع والنصب. النصب يفتضر فيه الحركة لخفة النصب الفتحة. والضم تقدر فيه لثقلها. واحفظوا أن كل ما كان كل اسم معتل قبله ألف قبله فتحة قبل حرف العلة حرف فتحة فهو معتل آخر بالألف وهو مما يتعذر أو يستحيل نطق الحركة في آخره. هاي بإيجاز. بعد قليل شاء الله نتعرض الباب الرابع في الأفعال نعيد ربما تكرر شيئا ما. طيب البناء طيب ما الإعراب؟ ما تعرفوا المبني؟ نعم الكلمة حالة واحدة. طيب مثال جمل إن هؤلاء متبر ما فيه وباطل ما فيه. هؤلاء يعرضون. هؤلاء اسم إن. اسم إن ما إن هؤلاء اسم إشارة. هو اسم إشارة جاء في محل اسم إن. مبني على الكسر. في محل اسم إن. محل نصب اسم إشارة. طيب غير مثال آخر نهاية محل رفع. نعم هذا الآن عربوا مبني فاعل. لابد أن نبين ما الرفع ما موقع الرفع. سنأخذ مرفوعات الأسماء من الفاعل من المبتدأ من الخبر من المرفوع سبعة ميز بينها. طيب مثال جر مررت بهؤلاء جئت بهؤلاء. هؤلاء اسم ما عربوا شيء اسم إشارة مبني على الكسر في محجر. والكسرة الموجودة هي كسرة ماذا؟ كسرة البناء. طيب طيب بعد ذلك ماذا أخذ أنواع الإعراب ما هي؟ أنواع الإعراب أربعة. أنواع الإعراب أربعة هي فتحة الرفع والنصب والضم والجر. لا شيخ بالله برفع الأيدي يا شيخ ما يفضل شيخ. هي الرفع والنصب نعم. والفتح والجر نعم. والجسم هذه علامات هي هذه أنواع الإعراب. أنواع الإعراب. طيب لو تأتي مثال على الرفع من الأفعال تأتيني بمثال على الرفع من وهو فعل. 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 اسم محمد رسول الله اسم. فعل. أي فعل مضارع مرفوع. يذهب. يخلق الله ما يشاء ويقدر. طيب النصب. ماضي.
ناضين قائم كله مبني. نحن في المعربات، نحن في المعربات. المضارع المنصوب. مضارع المنصوب أيدي بمثال. لن أخرج اليوم معك. نعم. والأسماء منصوب اسم منصوب. المفهوم أيدي. كما قال صديقي. ماذا قلت؟ أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. نعم. طيب الآن علامات العراق هذه أنواع رفع نصب جر جزم أنواع. نقول في العراق نحن إذا قلنا جاء زيد جاء موسى وعيسى أو مثلا جاء زيد رأيت زيدا وموسى زيدا مفعول به نقول منصوب. كلمة منصوب هي نوع من أنواع العراق. ثم نقوم علامة نصبه ندخل هنا في العلامات ما العلامات على النصب ماذا قلنا الفتحة الظاهرة على آخره ورأيت زيدا وموسى موسى معطوف على زيدا منصوب على النصب ماذا موسى الفتحة المقدرة عن طولها التعذر جميل طيب إذا نقول مرفوع عندما نقول مرفوع أو منصوب أو مجزوم هذا أول شيء دليل على أنه معرب ثم هذا نوع من أنواع الإعراب ثانيا نقول وعلامة رفعه لنبين علامة الرفع ما هي هل هي بالحركات أم بالحروف وما هي الحركة ضم فتحة كسرة جزم من السكون وهل هي واو أو ألف أو ياء أو ياء أو نون طيب ما هي العلامات شيخ لذلك البيت المكسر البيت قلت نعم ضم فتحة كسر السكون ألف الواو ياء نون نعم أحسن علامات ظاهرة وعلامات أصلية نعم الأصلية هي بالحركات والفرعية بالحروف ألف واو ياء نون من يعيد البيت فضل ضم فتحة كسر السكون ألف أحسن بارك الله ثم بعد ذلك أخذنا نحن بعض أبواب الإعراب وركبناها على العلامات صحيح ووضعنا فوقه في أعلى السطورة كل نوع من أنواع كل باب كيف علامة ما علامة الإعراب علامة الإعراب كل باب مفرد طيب المفرد ما هو المفرد خلينا نكتب البيت لم نستكمل كل البيت لكن خلينا نركب بعض الأبواب الأبواب التي أخذناها على العلامات بعد ذلك نكمل الأبواب الثلاثة الأخرى شيء ضمها والنصر أقول شجرة مثال رأيت شجرة مباركة واضح شجرتك إذا ننصب بالفتحة المفرد على النصب الفتحة لكن هذا المفرد ثم الكسر كيف أقول كيف مثال مرجو في بفرس بشجرة مباركة إذا المفرد إذا مثلا على واحد أو واحدة سواء كان مؤنث
مثنى أو مذكر عاقلا أم غير عاقل. طيب الباب الثاني المثنى ما دل على اثنين أو ثلاثة. وقال في بعض التعريف وأغنى عن متعاطفين متماثلين. وقال في بعض التعريف ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة. وأغنى أغنى أغنى عن متعاطفين متماثلين. وأغنى عن متعاطفين متماثلين. مثلا باب وباب. بدل نقول باب وباب نقول وباب. أقول أنا جئت من السوق بباب وباب. لماذا أقول بباب وباب؟ أقول جئت من السوق ببابين. واضح؟ إذا أغنى عن متعاطفين متماثلين في بعض التعريف. نعم أو ياء ونون في آخره. ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون وواو ونون في آخره. طيب مثل لي مرفوعة منصوبة مجرورة حتى نرى علامة إعرابي ما هي. علامة إعراب المثنى كيف يقوم؟ في المرفوع جاء رجلين في الرفع ألف ونون. جاء مثل رجلين إعراب يعني أول وارد زيدين. لا من جملة القرآن أو شيء. إن هذان لساحران. أتركنا هذا مثال. كلتا جنتين. نعم. كلتا جنتين. كلتا هذا ملحق بالمثنى شو ذلك؟ ما في مثنى؟ مثل الجنة البحرين على فكرة مفعول به بحرين وما عندك مرة أنا خطأ سهل وضافلين لكنها مفعول به مثل الجنة هل يستوي البحرين؟ البحرين بحريني أريده مرفوع أولا بحريني أجل المنصوب هذاني خصماني جميل هذاني خصماني خبر هذاني مرفوع وعلامة رفعه لا هذه شائكة شائكة جدا أربع خمس عربات فيها مشاكلها لا أقول منها آخر هذا تأتينا في القطر إن شاء الله. إذا خصماني تثنية خصم خصم وخصم خصمان إذا خبر مرفوع على طرف لماذا؟ الألف المثنى الألف والنون عوض على التنوين بالاسم المفرد. طيب مرج البحرين البحرين ما نراه مفعول به ومنصوب وعلى نصبه ماذا؟ الياء الجميل لأنه مثنى مرج البحرين ليه هذا كيف يا شيخ؟ نعم مرج الله البحرين صار مرج فعل هي مرج فعل شو أنا اسمه؟ اسم لا مرج الله البحرين. طيب مثلا يرفع بالألف وينصب بالياء يجر بماذا؟ مررت برجلين كريمين رجلين أعرفهم يا شيخ رجلين برجلين اسم مجرور بالباء علامة جره الياء أحسن لأنه مثنى يعد لأشياء لأن كل باب له إعراب مختلف عن الآخر فنعدل لاختلاف الأبواب في الإعراب وعلامة رفعه إلى الياء نصبه لجر الياء والنون عوض عن التنوين من اسم المفرد ما أخذناها إذا قلنا هنا زيد زيدان هذه علامة رفع والنون عوض عن التنوين مرج البحرين يلتقي فقل مرج الله مرج البحرين يلتقي مرج اسم الفعل يلتقي مرج اسم الفعل مرج اخرج على اسم شيخ مرج اللغوي لا تستقي مرج البحرين يلتقي كيف لغوي لا تستقي اخرج على اسم مرج الله البحرين يلتقيان كيف جملة ما هو الفعل الفعل هو ما دل على زمن أدخل على زمن أدخل على الأل بمرج مررت بمرج المرج علامة الأسماء أنت ماشي بها كلمة مرج أنت تضع
كلمة مرج ومروج مكان مرج. مرج مرجت أو مرجت. مرج. واضح. أنا خذت طيب إذا والياء هنا جر نصب وجر. نصب وجر. إذا المثنى ينصب ويجر بالياء. جمع مذكر سالم ما تعرفه؟ ودل على ثلاثة. جمع ثلاثة. المذكر السالم. باب الثالث. الياء نون أو ألا أو تتكلم. نعم. بالرفع الواقع. هو مدل على أكثر من اثنين. هذا تعريفه قلنا. تفضل شيخ. هو مدل على أكثر من اثنين أو اثنتين. لا جمع مذكر. هو مدل على أكثر من اثنين. بزيادة ألف ألف ونون أو ونون. أعطوا مثالا وأعرف. زيادة ألف ونون أو ونون. وسلم وسلمت صورة مفردة. مع سلامة صورة مفردة. لأنه سالم مصحصح تصريح. طيب اذكر لي في مثال معرفة. فتح المسلمون. مسلمون فاعل. طيب كمل. فاعل مرفوع في وعلامة رفعه الواو. نعم لأنه جمع مذكر سالم والسلم معوض عن التنوين في اسم مفرد. إذا يرفع جمع مذكر سالم يرفع علامة رفعه الواو. طيب نصب وبشر المؤمنين. بشر يا محمد يا صلى الله عليه وسلم. ويصف به منصوب. يعني لأنه جمع مذكر سالم. طيب مررت بالمؤمنين. بجر بالباء وعلى جره الياء. إذا نصب وجر أيضا. إذا شوفوا إذا المثنى يرفع بالألف ويصب ويجر بالياء وجمع مذكر السالم يرفع بالواو ويصب ويجر بالياء والنون فيه مع عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ماذا بقي؟ جمع ألف ودال على إثنتين. جمع ألف ودال. ما دلنا؟ على أكثر من على أكثر من إثنتين وإثنتين. أكثر من إثنتين يا أخي جمع بثلاثة. أكثر من حس فيه فوق أشخاص. حسين أنت؟ وما دل على تشويش. مع سلامة المفرد. مع سلامة المفرد. مع سلامة المفرد. طيب مثل لي وعارف. خلق الله السماوات والأرض. السماوات ما أعرفه. منصوب. لا منصوب إعرابه ما هو. هو مفرد هي منصوب. وعلامة نصبه. علامة نصبه الكسر. فقط كسر قاعدة. كسر. نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم وجمع ألف ودال. إذا خالف جمع مؤنث سالم. إذا خالف أنا بالشاذ. خالف الأصل هو يرفع بالضمة ويجر بالكسرة لكنه في النصب جمع مؤنث سالم. خالف المفرد وجمع التكسير لكن نصب بالفتحة نيابة عن الكسرة. هكذا العرب التقط به. إذا جاءت الفاطمات فاعل مرفوع على طرفه وضم الظاهر على آخره. إذا جمع مؤنث سالم والنصب والكسرة. مررت بالفاطمات جمع مؤنث سالم. مررت بالفاطمات ما عرفها شيخ؟ بالفاطمات الفاطمات بالباء وعلامة جره التاء. كسر الظاهر. كسر جمع الإسلام كسر الظاهر. هذه علامة علامة الإعراب. علامة رفع كسر جره كسر الظاهر على آخره. أما النصب فرأيت الفاطمات مفعول به منصوب. منصوب نصبه الكسر الياء على الفتح. إذا هنا أيضا عندنا كسر نصب لكنه نائب عن الفتحة وجر. الجر هنا على الأصل واضح. وهنا نيابة النصب نيابة نيابة عن الفتحة. واضح القوم؟ واضح. شو مختار عنا أنت؟ ما عاد سمعنا صوتك. طيب جمع ألف وتاء كما يريد ابن هشام.
هي الأقرب والأولى. طيب جمع تكسير لا تعرفه هو دل على نعم شيخ هو ما دل على أكثر من اثنين فقط مع اثنتين اثنتين مع التغير في صيغة مفرد نعم مربى دائما أن التعريف تحفظ حرفية إذا صار فيها خلل تنقص العلامة الدرجة طيب مثال مثل لي رجال ضم وفتح مثل المفرد تماما جمع تكسير جمع تكسير وجمع تكسير الآن نكمل الأبواب الثلاثة الباقية نحاول أن نكملها إن شاء الله بسرعة إن شاء الله الدرس القادم نحاول أن نشوفوا كيف تطلع مباشرة يعني تصحى نصف مباشرة وتأخرها نص ساعة نأخذ الأفعال حاول ناخذ الأفعال وحاول أن نتمها، إن لم نتمها في الذي بعده. ثم بعد ذلك نتوقف في حصة عربية أو أكثر. حصة تكفي، كلها عربية من أول الدرس الأخير. نجمع فيها إن شاء الله كل ما أخذناه. إن شاء الله. الآن نسمع خمس أعطف. الأسماء الخمسة ثم الأفعال الخمسة ثم فعل المضارع. نحن نتذكر أننا في المعارضات قلت الفعل المضارع الذي الأول مثال ثلاثة أسماء الخمسة والأفعال الخمسة والفعل المضارع طيب نأخذ أمثلة سريعة على أسماء الخمسة أسماء الخمسة اكتبوا بسرعة ما كان هنا أبن يكفي أبن أخ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وأبونا شيخ كبير قال تعالى كل آيات وأبونا شيخ كبير إن أبانا لفي ضلال مبين ارجعوا إلى أبيكم قولوا يا أبانا يكفينا هذا الأخ إني أنا أخوك وإلى عاد أخاهم يوم يفر المرء من أخيه فمن عفي له من أخيه شيء طيب الحم طبعا هو قارب الزوجة قل رأيت حماك أو هذا حمك ثم رأيت حماك ومررت بحميك فو بمعنى صح لا ذو هذه كمعنى صح فو والذو بعد إذا فينا على مالك يا شيخ يعني كلهم أدخلتهم في حصة بيص طيب إذا قابلته فوه إلى فيا أنا وجها لوجه هذه جملة حالية
قل لا فض فوك هكذا يقال مو لا فض فوك قل أيضا ما أجمل فاك ما أجمل فاك أو فاكي قل أيضا يخرج من فيك دولار يبقى عندنا ذو هنا بمعنى صاحب بمعنى صاحب احترازا عن ذو الطائية بمعنى الذي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام نعم. من ذا الذي يقرض الله عن ذو الطائية ستأتينا ذو الطائية في قدر ماذا لا داعي للكتابه ستأتينا إن شاء الله في قدر ماذا في الأبواب الأولى طيب إذن وإن كان ذو عسرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة من ذا الذي الله عزيز ذو انتقام من ذا إن كان ذا مال وبنين ملا من ذا مش هذه مش ذو هذه معنى صح صحيح هيك من الذي اسم موصول جد طيب مررت شو الآية بذي يا ذا القرنين أيضا ما أحتاج أنا نحن وظيفة لها في المنصوبات مررت بذي مالنا ويسألونك عن ذي القرنين جيد ويسألونك عن ذي القرنين كتبتم الأمثلة هذه الأسماء الخاصة خصتها العرب بعلامات خاصة وبشروط أيضا خاصة مخصوصة ستة سادس غير مستعمل نهائيا لا تجدون لكن تقرأ 20 سنة يمر معك مرة في حالة موجود في حديث ولو أنه ضعيف موجود السادس هو الهنو وهو كناية عن الفرج إذا كتبتم الأمثلة للسادة كتبتم كلها إذا عندنا الأب والأخ والحو والفو والذو هذه هي الأسماء الخمسة التي لها أحكام خاصة بالإعراب في لغة العرب لها علامة رفع طبعا فرعية وعلى ما نصب وعلى ما جاب كله وعلى ما شرع طيب ممكن أن نعرف هنا بسرعة ما كان محمد أبا أحد كان فعل ماض ناقص محمد الاسم كان أبا خبره خبر يكون منصوب كان الله عزيزا حكيم خبر يكون منصوب وعلى نصبه الألف وهو مضاف وأحد مضاف إليه وأبونا مبتدأ أبونا أبو مبتدأ مرفوع بطرفه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والناء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه السكون هنا ناء طيب شيخ خبرها أبونا مبتدأ شيخ خبرها إذا لاحظوا أبونا أبو هي مبتدأ وعلامة مرفوعة من طرفه الواو وهو مضاف والناء ضمير متصل مضاف إليه نأخذ مثال من هنا إني أنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه
عفوا انا مبتدا مرفوع ضمير منفصل خبرت لا وجد يا مبتدا كلها جمله خبر الجمله كلها خبر اخوك خبر مرفوع بطرفه الواو الواو نعم لانه من الاسماء الخمسه وهو مضاف والكاف وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح واخوك على الفتح في محل جر مضاف اليه الضمائر كلها مبنيه الضمائر والحروف كلها مبنيه احنا مبنيات في الاسماء الضمائر اسماء الاشاره اسماء الموصول اسماء الاستفهام اسماء الشرط نقول ادوات الاستفهام اما الاسماء ايش الفرق بين الاسماء طبعا ادوات تشمل الحروف والاسماء الحروف طبعا مبنيه همزه مبنيه هل مبنيه حرف مبني عندنا الحروف كلها مبنيه فعل الماضي وفعل الامر كلهم مبني مضارع بشرطين اتصل به والتوكيد او النسبه ممكن نشمل الان بسرعه المبنيات من الافعال الفعل الماضي كله وفعل الامر كله والمضارع اذا اتصل به والتوكيد او النسبه ناتي الى الحروف الحروف كلها مبنيه ناتي الى الاسماء اسماء ليست كلها بعض الظروف ظروف اسماء الاشاره اسماء الموصوله أسماء الاستفهام أسماء الشرط بعض الظروف بعض الظروف هذا تقريبا هذه مبنيات فأنا ضمير الضمائر اللي نسيناها ضمير منفصل أنا عرفت كيف نأخذ مثال من هنا ما أجمل فاكهة هنا مفعول به يعني شيء أجمل فاكهة لأن الفعل أجمل منصوب على قسمه ألف واضح وهو مضاف والكاف مضاف اليه الان في عندنا قضيه هذه فو هي لغه في فم حذفت منها الميم واضح اذا الفو التي تعرف بالحركات ليست التي فيها الميم اذا فيها الميم اذا اللغه الاخرى تصبح كلمه مفرد تماما هذا فمك فمك جميل فم في فمك شيء واضح رأيت فمك مثل المفرد ينصب يرفع بالضمة وينصب بالفتحة والجر بالكسرة واضح في فمك واضح شيء إذا كان لغة الفم بالفاء والميم ليست هذه الفم ليس الأسماء الخمسة عندما يكون في الميم عندما تحدث الميم يصبح الأسماء الخمسة إذا هذا يشترط فيه أن يكون محذوف الميم هذا يشترط فيه أن يكون بمعنى صحيح شرطان بهذين الشيئين أنا الآن شروط أخرى بهذه الأسماء بعض تقرونها بعيونكم انظروا كيف أبا أحد مضاف إليه أبونا مضاف مضاف إليه أبانا مضاف إليه أخيه أخ مضاف مضاف إليه إذا شرطها المضاف شرطها الإضافة شرط الأول أن تكون مضافة وتحت أسماء الخمسة لها شروط أربعة مشتركة تكون مضافة شروط حتى تعرف بهذه الحروف الألف بالواو والألف والياء بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا شروط الأسماء الخمسة حتى تعرب الإعراب هذا الذي سنذكره الآن أن تكون مضافة مضافة واضح لو قلنا هذا أخ لم نضيفه تعرب بالحركة هذا أخ كريم أخ خبر مرفوع مطرف من أخ كريم وابن أخ كريم نعم مثلا حمون طيب حموك حمون طيب حموك الأولى من الأسماء الخمسة والثانية ليست من الأسماء لو قلنا حموك أخاطب الأنثى حمون شرير طيب الأولى من الأسماء الخمسة حموك ما يعرفها مبتدأ مرفوع على طرف الواو لأن الأسماء الخمسة وهو مضاف
والكاف ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف اليه. حمل خبر مرفوع على رفع الضمه ليس الواو مفرد لانه ليس مضافا ولانه مفرد. اذا تكون مضافا لو لم تكن مضافا تعرف بالحركات. طيب يكون مضاف هذه الاضافه شرط لها شرط ايضا ممكن تجعلوه شرط واحد مع بعض تصبح ثلاثه وممكن نفصلها. نقول هذه الاضافه يجب ان يكون مضاف الى غير يا المتكلم. كيف ذلك؟ مضاف الى غير يا المتكلم هذا شرط. انظروا بعد ان تكتبوا الشرط انظروا لهذا المثال. قابلته فوه الى زي صعبها كامله. قابلته قابلت معربها قابلت فعلا سكون على السكون اتصال بدون الرفع متحرك والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل هو ضمير متصل مبني على الضم في محل نص مفعول به. فوه مبتدا مرفوع وعلى رفعه الواو لانه من اسماء الخمسه وهو مضاف والهاء مضاف اليه. هل هي ياء المتكلم؟ لا هي غير ياء المتكلم. إلى حرف جر في هنا اسم مجرور في ما يمنع لي في ما أعربها؟ تفضل. هم اسم مجرور بالكسرة علامة مجرور اسم مجرور بإلى أولا هو اسم مجرور بإلى وعلى متجره على الفتحه النائب على الكسر. وين الفتحه؟ هذه الفتحه تركيب اضافي في مضاف في والياء ضمير المتكلم هو المضاف اليه. كيف سنقول اعرابها؟ في ليه في هذيك اعرابها مجروره على خاطر المضاف المضاف لازم لما تكون مجروره بالكسره. لماذا؟ على خاطر هي مضاف اليه بإلى مجروره بإلى إذا هذه أولا هي هي الثقل. أعطيكم مثال آخر يتبين أعطيكم مثال آخر يتبين لكم هذه الكلمة تتضح لكم أكثر. نقول هذا كتابي هذا إشارة مبني على السكون، اسم الإشارة كلها مبنية. مبني على السكون هنا ألف ساكن في محل رفع مبتدأ. المبنيات كلها نقول عنها مبني في محل. واضح؟ إلا طبعا أفعال نقول فعل مبني على الفتح الظاهر أو كذا. إذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. واضح؟ كتابي خبر مرفوع وعلامة رفعه ثم المقدرة على ما قبل يا المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء يعني المناسبة للياء لأنه لا يمكن أن نقول كتاب إي أتينا بهذه الكسرة لأجل الياء، هذه الضمتين أصبحوا كسرة. نحن مضطرون للإتيان بها لأجل التوصل إلى نطق الياء، لأن الياء لا يمكن أن تنطق، مستحيل أن تنطق ياء قبلها غير كسرة. إيتني في لغة العرب بكلمة فيها ياء ليس قبلها مكسور. يصعب ياء مضاف إليه. مش يصعب، غير موجود. واضح؟ مستحيل. أدركتم. إذن نحن غيرنا أصلا هي كتاب لي أصلا هذا كتاب لي عرفت أصلا اختصرت العرب قال كتابي. هذه مثلها هذه ليست من الأسماء الخمسة. لو كانت من الأسماء الخمسة طبعا تتوهمون أنه يوجد ياء هنا أنتم مخفية أو شيء. لا هذه نقول فيها نفس العرب هذه اسم مجرور بالإلى وعلى تجره الكسرة المقدرة على ما قبلها المتكلم. تقولون أنتم لماذا لا توجد ياء هنا شدا مشددا؟ لماذا لا تقولون إذا يوجد ياء هنا؟ نعم. أصل نعيدها إلى أصلها.
أصلها في يي في هذا توقع الأمثال لو شايفه إذا قلنا في أنا على حرف جر في ظرف المكان حتى نؤكد إذا في يعني كبير إذا شرب ظرف مكان إذا قلنا إذا في على كل احفظوا أنهم يا الياء مثل هذه تماما إعرابها أن الياء إذا اجتمعت فيها الياء إذا كان فيها ياء متكلم لا تعرب الحروف لا تعرب الحركات بالواو ورفعا وبالألف نصبا وبالياء جارا خالفت الشرط إذا الشرط الثاني أن تكون مضافة هي الشرط الأول والثاني لكن إلى غير ياء المتكلم لو نظرتم في هذه الأمثلة كلها هنا أحد هنا نا هنا نا واضح هنا كم هنا كاف هنا هم هنا الهاء هكذا الكاف هنا كله هنا كاف كله وهنا مال مال انتقاض وعسرة قد يكون المناع المضاف إليه يكون اسم آخر مش لازم كما ضمير ليس شرط ضمير مال انتقاض وعسرة هم يكون مضاف إليه إما ضمير غير الياء أو أي اسم آخر طيب الشرط الثالث يكون مفردا واضح مفرد وآخر مكبر يعني لو قلنا إخوة بدل أخ إن إنا المؤمنون إخوة إخوة نقول خبر مؤمنون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ماذا الواو بعد خمسة ويون عوض على التنوين في اسم مفرد إخوة جمع تكسير جمع لماذا لم نقول لم يكون مرفوع بعد طرف عين واو لأنه جمع ليس مفرد مصغر هذا أخيوك لم نصل إلى مكبر هذا الشرط إذا الإخوة سنأتي بعض الأمثلة من القرآن خالفت الشروط لم يوفر فيها الشرط فأعرفت بالحركات إذا هذه الشروط اختل منها شرط واحد تعرف بالحركات الشرط الثالث كان مثلا الشرط يكون مفردا ليس مثنى ولا جمع الشرط الرابع مكبر لا نقول هذا أبي أصدر أباك هذا أبي لو قلنا هذا أبي علمه بالحركات هذا مبتدا أبي الخبر مرفوع في الضمه وليس الواو كما هو الحال هنا فوكا نائب فاعل مرفوع لا فوطة فوطة فعل ماضي مبني لم يصدى فاعله مبني المجهول وفوكا نائب فاعل مرفوع طرفه الواو لأنه يعني بالأسماء الخمسة وهو مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح فوكا في محل جر مضاف إليه. مش متى لا أفضل فوكا؟ لا فوطة. لا مش لا فوطة. لا فوطة هذا دعاء. لا تستطيع لا بالحركات نحن أعرابنا الآن بالأسماء الخمسة الأعراب بالحروف واو في الرفع ألف في النصب وياء في الجر الشرط الرابع سيدي يكون مكبر أن يكون المكبر مكبر لا مصاب لا مصاب أخي مثلا نفوس يا أخي أو هذا أخي أخي لكن يعرب كالمفرد يا أخي طيب قال تعالى إنما المؤمنون إخوة إخوة عرفت بالحركات إخوة لأنه جمع اختل فيه شرط الإفراد طيب قال تعالى وكانوا بنعمته إخوانا إخوانا خبر خبر كانوا منصوب على نصبه الفتح الظاهر على خير إخوانا جمع تكسير اختل فيه شرط ماذا؟ الإفراد قال تعالى فأصلحوا بين أخويكم مثنى إذا نقول ماذا في العربي أخويكم مضاف إليه
كان بناء لا فاصل القضية أخويكم بين ضرف مضاف مضاف إليه أخويكم أخوي قبل كل شيء اسم مجرور أخويكم مضاف إليه بين ثم هو مضاف وكم ضافية مضاف إليه مضاف مع علامة مضاف مع علامة المثنى إيه هذا هو نقول إذن أخويكم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى وهو مضاف والكم ضمير متصل وكم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. طبعا عليكم الخلل ما هو إذا هنا الشرط ما هو الذي لم يتحقق؟ الإفراد هو جاء مثلا قال تعالى ورفع أبويه على العرش وقالوا له سجدا أبويه كهذا المثال لو كان رفع أبويه مفعول به ورفع أبويه مثل هذه لقلنا أبواه مثل أخاك رأيت أخاك لو كان جاء مفرد ورفع أباه نعم ايتوني بأخ لكم من أبيكم أخ إذا عربه بالحركات لأنه ليس مضافا انتفى نعم طيب ننتقل إلى حفظ مارك حفظ مارك وعيتموه أدركتموه إن شاء الله ننتقل إلى الأسماء الخمسة وهي سريعة إن شاء الله جدا وسهلا أفعال الخمسة أفعال الخمسة إذا اكتبوا أفعال الخمسة كل مضارع كل مضارع تعرف الأفعال الخمسة ما هو كل مضارع اتصلت به كل مضارع اتصلت به ألف الاثنين ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة للطاغوت
قال تعالى: أتعجبين من أمر الله؟ أنتما تسافران غدا أو الصديقان يسافران غدا. أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ هل تريدون أن تسألوا رسوله؟ أنهيتم كتابة الأمثلة؟ تريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ أتعجبين من أمر الله؟ أنتما تسافران والصديقان يسافران. إذن أفعال أسماء الأفعال الخمسة والأنت الخمسة هي كل فعل على وزن يفعلان تفعلون وتفعلين. ننظر هنا ماذا يوجد الأمثلة التي تطابق يفعلان ليش تفعلون. صحيح. تنكر. إيه من يخص زوز. على خاطر. كم عقل من زوز تعجبين زوز. هو يفعلاني هي نفسها تفعلاني. نكتب أنا وأنا. سمح. ماش قاعد يتبع خاطر قاعد هو وحط نكتة. سمح. مرات. هو يسوي غرس. ويا نفلو. عشرة. سريع الاعتراف. احفظوها. أنت الخمسة كل ما تأتيكم يفعلان يفعلان يفعلون تفعلون تفعلين. كل فعل على وزن هذا. يأكلان تأكلان. هما يأكلان أنتما تأكلان. هم يأكلون أنتم تأكلون. أنت تأكلين. أنت تدرسين. أنت تذهبين. أنت تشربين. أنت تأخذين. أنتم تدرسون. هم يدرسون. أنتما تجتهدان. هما يجتهدان. واضح؟ هذه الأفعال الخمسة. هنا نقول يريدون فعل مضارع. طبعا الأفعال الخمسة فعل مضارع مرفوع على الظرف العلمي ثبوت النون. نقول في العربي ثبوت النون. ما معنى ثبوت؟ يعني وجود النون، أنها موجودة. طبعا والواو هذه ضمير متصل. انتبهوا هنا ليست كالافعال كالجمع مذكر السالم. جمع مذكر السالم الواو التي فيه مثل مؤمنون مؤمن مؤمنون. هذه الواو هي علامة إعراب. لكن الواو هذه فاعل ضمير مؤمنون. الواو في مؤمنون واضح، هي علامة إعراب. نقول أنتم مؤمنون. أنتم مبتدأ مرفوع ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. مؤمنون خبر مرفوع على رفعه ماذا؟ الواو، لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. لكن الفعل هذا اسم المؤمن المؤمنون، لكن الفعل يريدون التشابه. نقول فعل مضارع مرفوع لتجرده من النصب والجازم، لا يوجد قبله أداة نصب ولا أداة جزم. انظر هنا يتحاكمون أن يتحاكموا، سنأتي عليه بعد قليل. إذا يريدون فعل مضارع منصوب مرفوع لتجرده من النصب والجزم وعلى رفعه ثبوت النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. واو الأفعال الخمسة فاعل، وواو المجمع مذكر السالم علامة رفع. احفظوا هذا. واو فاعل مضارع
واو الافعال الخمسه هي فاعل ضمير متصل قد عن السكون في محل رفع فاعل. وواو لكن مع المثال مثلوا يريدون مثلا او يذهبون يشربون فعل مضارع وعلامة رفعه فعل مضارع نحن نذكر القاعدة أولا نذكر القاعدة بعدين نعرفها مرة أخرى نعيدها. واو الأفعال الخمسة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل واكتبوا مثال يذهبون مثلا. وواو جمع المذكر السالم مثل مؤمنون الزيدون هي علامة رفع هي علامة رفع نقول خبر مرفوع متركي واو مش مثل واو الأفعال الخمسة مطلقة مثلها بيذهبون يريدون واو الأفعال الخمسة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وواو جمع المذكر الثالث وواو جمع المذكر الثالث هي علامة رفع علامة رفع. إذا كنا نقول مؤمنون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هنا نقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أدركتم؟ طيب كذلك تعجبين همز استفهام تعجبين فعل مضارع مرفوع بتجرده من النصب والجازم وعلامة جزمه ثبوت النون أيضا وعلامة رفعه ثبوت النون والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. حتى الياء بتاع الأفعال الخمسة كذلك فعل خمسة جمع مذكر سالم أصلا ويا جمع مذكر سالم مثل المؤمنين علامة رفع علامة جر أو نصب جر أو نصب لكن هذه لا تلتبس أمر كثيرا الالتباس يكون فوق الالتباس يقع في هذه إن شئتم يعني من شان يميز بينه وبين المؤمنين يميز تلك علامة رفع وهذه الياء هي فاعل ضمير متصل كيف الواو تاع الافعال الخمسه واو مذكر سالم تمام لكن هذه هو التباس فيها يقين على الطلبه اتعجبين انت كذلك تسافران نفس الاعراب تماما تسافران فعل مضارع مرفوع على الطرف لثبوت النون والالف هذا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع الفاعل سيدي دائما في محل رفع الفاعل الالف والياء والواو ابدا دائما الياء لا يتخلى اطلاقا الذي يتصل في الفعل يكون دائما وابدا محل رفع نعم الفاعل لا يكون الا مرفوعا والمفعول لا يكون الا منصوبا لكن نقول هو مبني على السكون طبعا لان ضمير وضمائر قلنا من قبل ضمائر مبنيه اسماء الاشاره مبنيه اسماء الموصول مبنيه دائما نقول اسم ضمير مبني اذا قلت ضمير قل وراءه مباشره مبني اذا قلت اسم اشاره قل وراءه مبني اذا قلت اسم موصول قل مبني الذي التي من هكذا اذا قلت فعل ماضي مباشره قل مبني اذا قلت فعل امر مبني دون تفكير اذا كان واضح. فعل مضارع متصل بنون النسوه او بنون التوكيد الخفيفه والثقيله فهو ايضا قل ايضا مبني واذا قلت حرف قل مبني راسا دون تفكير والظروف تختلف والظروف فيها طيب أدركتم هذا الآن إذا يسافران تسافران لا يوجد فرق إلا بين المخاطب والغائب أنتما تسافران هما يسافران أنتم تريدون هم يريدون لا يوجد فرق سهل جدا وأنت تعجبين هذه الأفعال الخمسة ترفع ماذا علامة رفعها إذا ثبوت النون ثبوت النون الآن سنأخذ فعل مضارع بسرعة سنأخذ الجزم والجر قلنا هنا أن يتحاكمون أصلها يتحاكمون هم يريدون أصلها أن يتحاكمون دخل عليه حرف ناصب عندما دخل عليه أمر ناصب حذفت النون ووضعنا الألف الفارقة
إذا حدثنا في النصب حدثنا النون، وإذا لم يتحاكموا أصلها يتحاكمون حدثنا النون، وضعنا هذه الألف بالفعل قبيلة والجماعة وواو العلة وواو الجماعة وواو التي من أصل الفعل مثل يدعو أخذناها قبل هذه وواو العلة وواو الجماعة الفارقة ألف الفارقة لم تأخذوا. طيب أول شيء احفظوا أنه النصب والجزم هما علامته حرف النون، نصب وجزم بحذف النون، نضع مكانه مكان الألف. هي الألف ليس لها علاقة، لماذا جاء بالألف؟ اكتبوا الآن بس هذا. إذا أفعال خمسة ترفع بثبوت النون، تنصب وتجر بحذفهما. الأمثلة على ذلك في القرآن أكثر بحذفها النون، أكثر الأمثلة على ذلك في القرآن أكثر من أن تحصى. لا تكاد تفتح صفحة تفتح صفحة إلا وتجد فيها نونا محذوفة إما بجزم أو بنصب. هكذا أصلا تفعلون ولن تفعلون، فإن لم تفعلوا ولن تفعلون. طبعا وجدت لكن بمجرد ما فتحت وجدت. طيب لماذا زدنا الألف؟ أصلها هكذا هي يتحاكمون إلى الطاغوت، حذفنا النون بقيت هكذا يتحاكمون. يدعون يدعون أقول لم يدعوا، نحذف الواو، أضفنا الواو هذه لماذا؟ ألف لماذا؟ نفرق بين يدعو، هذه واو من أصل الفعل واضح، هذه من أصل الفعل، وهذه الواو ماذا قلنا؟ هذه الواو في يدعون الأفعال الخمسة، هذه الواو ما هي؟ هي ضمير متصل هذه في يدعو، هذه من أصل الفعل، من بنية الكلمة أصل الفعل هو دعوة واضح. يدعو نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة تجرده من النصب والجزم وعلامة رفعه، والضمة المقدرة على الواو من عمولها الثقل الثقل، لأن نستطيع أن نقول يدعو آخر حرف الفعل هو الواو واضح، لكن هنا ليس آخر الفعل هو الواو، هذه الواو ليست آخر فعل، هذه الواو واو الفاعل، واو الضمير المتصل، واو الفاعل أصلية حذفت موجودة هنا لكنها حذفت. إن شاء الله إذا أخذنا أبحاث صرفية بعض الأبحاث الصرفية ستأتينا قريبا إن شاء الله مثل هذه في قطر الندى. القاعدة هي أتينا بالألف بالتفريق بين الفردي أيوة. بين الواو الأصلية وواو الجماعة، هذه واو الجماعة ضمير متصل يبدا على السكون في محل الرفع، هذه واو من اصل الفعل مثل كلمة كتب، كتب هذه الباء من اصل الفعل، كذلك الواو من اصل الفعل، اخذ هذه الذال من اصل الفعل، كما ان الخاء كما ان الالف، لا يمكن ان هذه كلها اصلية حتى لا يتوهم ان الواو هذه اصلية جئنا بالالف. إذا رأيتم الألف الفارقة فاعلم أن هذه الواو هو الجماعة. يريد أن يقول لكم هذه الألف تدل على أن ما قبلها ليست واو أصلية للفعل، ما قبلها هي واو جماعة، واو ضمير متصل فاعل، واو الفاعل، واو ضمير وليست واو من أصل حروف الكلمة، ليست من أصل الكلمة هذه الواو، كما هو الحال في يدعو يسمو يرنو في المعتل، واضح؟ هذه هكذا واضح. انظر هنا في هنا اوضح يتحاكم تحاكم، هذا اصل الفعل يتحاكم، هذه الواو الواو هي ضمير متصل فاعل واضح، لكن هنا يدعو الواو هذه من اصل الفعل، الحركه العلامه عليها موجوده كما هي موجوده على اخر كتب على اخر اخذ موجوده على هذه الواو، لان هذه الواو هي من اصل الفعل، اذا كانت الواو اصليه في الفعل لا حاجة لنا بالألف، لا نضع بعد أي شيء،
لكن إذا كانت الواو في آخر الفعل هي ضمير فاعل وضع الألف الفارقة لتفرقها عن الواو الأصلية، لأن الواو الأصلية لا نحتاج إلى علة، هي الأصل. هذه جاءت عرضاً، الواو اشتغل تحاكم الفعل تم، يتحاكم الفعل تام، الواو جاء هي عرض، العرض وضع له ألف الفارقة، والأصل نتركه بدون تنبيه لأنه لا يحتاج إلى تنبيه لأنه الأصل. هذه الألف لا تكون إلا في الأفعال. الأفعال المعتلة. برشا له يعملها في الأسماء. يقول جاء مسلمون. نعم. هذا خطأ. جاء. غلط الخلف خارج في الأسماء المسلمون في الأسماء الثانية. مسلمون هذه اسم. مسلمون جمع مذكر سالم. إذا قلت مسلمو تونس لا نضع هنا ألف فارقة لأن هذا ليس فعل واضح، نضع فقط في الأفعال نتركها بدون معلم في المدرسة أطلنا عليهم كثيرا. ماذا بقي معناها؟ فعل مضارع، فعل مضارع نلخصه بسهولة ثواني فقط أقل من دقيقة. كتب يكتب اكتب فعل ما يعني أفضل نقول لا ليس كذا، كتب مبني نحن في المعربات، يكتب لن يكتب لم يكتب اكتب ولم يكتب لا لم يكتب عفوا لم يكتب اكتب امر هذه أمس الثلاثة للفعل المضارع كتب لم يكتب لم يكتب ايه فقط لم يكتب يعني هذه وعلامة الإعراب بالضمة والفتحة والجزر والسكون الجزر، لكن بقي المعتل الآخر فقط يلزم بحرف الحركة، يلزم بحرف الحركة لم يدعو، نتركه الدرس القادم وليس طويل لكن الدرس القادم إن شاء الله.